اهلا، زي عادة كل فيديو ببدأه لازم ابدأه باعتذار، بس انا فعلا يعني الشهر اللي فات ده موضوع الاحداث اللي بيحصل لاخواتنا الفلسطينيين وكده كان مأثر عليا. كل ما افتح مواقع السوشيال ميديا سواء انستجرام او فيسبوك، الناس اللي بشوفهم الاطفال اللي كانوا بتقتلوا، كل ده كان بيأثر عليا، ولكن انا رجعتهم. على فكرة الفيديو ده بقاله اكتر من شهر ونص متعمل له مونتاج ومخلصان كل حاجة، فاضل بس الفويس اوفر. كليا سقف لدنيا هي اللي قالت لي قوم نعمل فيديو، وبالمرة انزلوا اشتركوا في قناتها ده، ويلا بينا نبدأ الفيديو. جبت الريفرنس من على بينترست هحطه لكم دلوقتي. الفكرة بالنسبة لي من الريفرنس مش ان هو رسمة عايز اقلدها بالظبط، بتبقى مثلا حاجة انا بستلهم بس من الهيئة بتاعتها او الشكل بتاعها، بحاول ارسم حاجة شبهها لكن مش لازم تبقى نفسها بالظبط. وبالمناسبة كنت بقترح عليكم اقتراح وعايز اخد رأيكم فيه. بحس ان فكرة ان الفيديو يبقى شغال كده وموسيقى شغالة او ان انا اللي بعلق عليها، بحسها فكرة مملة شوية. فايه رأيكم؟ عايز ابدأ سلسلة جديدة تبقى اسمها قصص المتابعين. انتوا تعالوا لي على الانستجرام، رابط الانستجرام بتاعي تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا على الانستجرام ابعتوا لي دي ام في مثلا موقف حصل لكم، قصص رعب حصلت لحد تعرفوه كده، مواقف، وانا هبقى احكي المواقف دي وهو الفيديو شغال. بفكر بعد كده يبقى في يوم معين انزل فيه فيديوهات. انا بفكر اثبت يوم الحد والسبت، انزل في واحد منهم من كل اسبوع على حسب الدنيا وكده. وبعتذر لو صوتي تعبان او حاجة، بس عشان انا مناخيري مسدودة، انتوا عارفين الصيف والتكييف وكده. ولو عندكم اي افكار عايزين نعملها، حاجة عايزين تتعلموها، حاجة عايزين نرسم عليها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لو فاضي خش شوف الانستجرام، انا والفولورز هناك بنتكلم باي اسئلة هم عايزينها كده، بنتعرف على بعض اكتر هناك. برضو عايزكم تسامحوني لو ما التزمتش بالمواعيد وكده، لان انا واحد كنت موقف يوتيوب بقالي اكتر من 9 شهور، كانت القناة كانت مسروقة، فلسه مش متعود على الوضع. حبيت النتيجة جدا، حبيت تاتش الذهبي اللي اتحط في الاخر، يعني عمل حاجة جميلة بدل ما هي كلها لون واحد. يعني هو انا كنت حاسسها مونوكروم الاول وهي بس ازرق بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتعملوا فولو على الانستجرام، الانستجرام بتاعي تحت في الديسكريبشن بوكس. هسيب لكم شوية فيديوهات تتفرجوا عليها، ومع السلامة.